بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. بالمناسبة في تيار مجر جاءت الآية، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أشنو يقال؟ كنتم تعبدوا في كنتم في الضلال، إذا كان مش تواصلوا مش تشوفوا العذاب الأليم، ما يفيدكم لا ندم ولا آهات ولا 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 ولا. أنت توكمة تونس، حق على التوانسة المجرمين القول، شاب بالهم انتصروا البارحة، هو قاوة انقلاب ظنوه هو تحرير وفرصة من الثمينة أن انقلبوا على من فيهم من الإسلام، الجماعة اللي في دولاب السياسة، جماعات الإسلامية عندهم هما اسم النبوة وين يبقى. أش عملوا؟ مش ما عملوا دوروا برئيس بين الظفرين، رئيس الجمهورية، وإحنا عندنا جمهورية، عندنا أمة إسلامية، حتى إيران عندها غلط قال جمهورية إسلامية، إحنا أمة إسلامية ما جمهورية، الحكم ليس للجمهور، الديمقراطيات والجمهوريات كذا كله باطل. دونك ان ديس كو دي بليفر ان هم اللي يكذبون خط مربي من جراء كذبهم. فاش وقع؟ بلا اعطاه حصار وهو كان ولا تعد زمره او تاج الحكم والتسلط، شاف يبان الجماعه هذوما بهم شيء يقلب موازين في جمهورية اللي خلاها بورقيبة بن علي. الموازين مش أنت تقلبها، ربي يقلبها. حط في بالك إذا كان لعب بك هذه النطاق السوء هذه ستندم شدود الألم بالندم هذاك، ما كانكش على بال رغم نيتك، احنا مش نشكوا في النوايا، رغم نيتك ولكن عملك اللي قمت به بغفلة من عقلك ومن خطابك ومن بلاغتك بين ظفرين. لكن عندك كلمة تقول، احنا كطب قرآنيين نقول لك عندك شيء من تكلس في تعاملك مع اللغة، ما انا تخرج على بعض صوتي باتو طرق ما انا ممهدة، تدخل اللغة تتقن لن تنصيب في الجراب بل ولتكامل الأوصاف، ولهذا ما يكون الحكم إلا لك وحدك. في الوقت اللي التوانسة الطيبين يعرفوا أن الإسلام جاء بالمدينة المنورة اللي هي أول مثال يحتذى في العمل باللايكية، يعني أنت مؤمن وأنت كافر وأنت منافق موجودين، نحن ربطنا بصحيفة كان مشيتوا على ما يرضي الله هنيئا لك، واللي مشي يلعب ما يجمش يلعب بالله. لا تخادعون الله أبدا، لا الحزب الدستوري ولا 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 ولا، كما حزب النور اللي في مصر، أنا نور وأنا وأنا، سترى بعض الظلمات اللي ما كانتش على بالك اللي كدات شوية تربك عليك يا غافل. أنت كما سلاح فتاك يبدأ بأعدائك ثم ينتهي بك، وتكتب من الصهيون وأنت تقول أنا من المسلمين وأحنا من أهل النور، سترى بعد ذلك منقلبك كيف يكون في الظلمات. لكم والسلام على أهل السلام.